السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. نتمنىكم على خير يا رب. الوصفة ديال اليوم هي وصفة عشاء سهل سريع وأكيد لذيذ. وصفة ديال الرز بالخضر وصدور الدجاج، كتوجد بسرعة. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير، حاجتنا في 4 كاس ديال الزيت، زيتون كنسخنو ونزيد عليه، بصلة محكوكة، بصلة تكون متوسطة كنقليها شوية في الزيت، تبدأ يتبدل اللون ديالها. ومن بعد كنزيد عليها صدور الدجاج مقطعين مكعبات صغار بهذا الشكل هذا. صدقوني الوصفة اقتصادية سهلة وكتوجد بسرعة في نفس الوقت. كنزيد عليها فلفلة مقطعة مكعبات صغيرة، تهي خزوة منقية ومحكوكة في الحكاكة الغليظة. كنخلط المقادير مع بعضهم ونخليهم يتقلاو شوية. هاد الوصفة تصلح حتى الأطفال اللي مكيبغيوش ياكلوا لنا الخضر. بعد ما تقلاو الخضر وصدور الدجاج، كنزيد عليهم مطيشة محكوكة بهذا الشكل هذا. ونزيد عليهم 3 ديال كؤوس العنبة ديال الماء. في الأخير كنزيد كاس عنبة ديال الرز. بالنسبة للتنسيم، حاجتنا هنا في 3 ديال وريقات سيدنا موسى و3 ديال عويدات القرفة، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، نص معلقة ديال الابزار، معلقة صغيرة ديال سكينجبير. وفي الأخير كنزيد الملح حسب الذوق. كنخلط المقادير مع بعضهم ونغطيهم ونخلي الرز ديالي يطيب، ما كياخدش بزاف ديال الوقت. وهالرز واجد. هنا زوقته بفلفله مشويه وطريفه الحامض. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده. والسلام.